الجلسة يمكن كانت كاشفة لعدد من الاتجاهات. أيوة. الاستعداد الواضح لدعم الاتحاد الأفريقي اللي احنا كنا حاطينه أساسا في مشروع القرار. القرار بتاعنا كان بيتكلم على دعم الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي، بيقول ليه الأمم المتحدة لازم تدعم. الكلام ده أكدت عليه الأمم المتحدة وأكدت عليه كل الدول الأعضاء، أنه لابد أنه يستمر المسار الأفريقي ويستمر دعم الأمم المتحدة. نعم. برضو بيان الكونغو أبدى أظهر استعداد واضح من رئيس الكونغو للاستمرار في لعب دور محوري باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي في وقال حتى المندوب أن هناك يعني بتجري محاولات لصياغة اتفاق جديد أو لصياغة ورقة جديدة وسيتم التشاور عليها مع الأطراف. إحنا لم نطلع كجامعة عربية على ذلك، الأطراف تقدر تقول إذا كانت اطلعت ولا لا، وبالتالي أكيد في مشاورات ما بين رئاسة الاتحاد الأفريقي وغيرها مع الأطراف المعنية. طبعا كان هناك توقعات أن يبقى في إدانة لموضوع الملء الثاني، ولكن أعضاء مجلس الأمن يقولوا إحنا يعني ما إحناش خبراء في المية، وبالتالي ما أقدرش أنا أحكم إذا كان الملء الثاني ده قانوني أو غير قانوني، متفق عليه من الأطراف أو غير متفق عليه. يقول يا جماعة أنتم في بينكم اتفاق أعلان المبادئ، وهذا الاتفاق بيحدد الأطر اللي أنتم اتفقتوا عليها فيما يتعلق بالملء والتشغيل. يعني إذا كان في خلافات بينكم فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق ممكن الاتحاد الأفريقي يحاول يحلها، إنما إحنا مش هنقدر في مجلس الأمن نقول إن إحنا هل الملء التاني ده قانوني أو غير قانوني، أو هل يعني يحقق مصلحة أو يلحق ضرر، والمدى الضرر اللي هيقع من الملء التاني. وبرضو اللي كان شوية برضو ملحوظ إنه رغم إن الإدانة، رغم إن الجوابات اللي بعتها وزير خارجية مصر ووزير خارجية السودان لرئيس مجلس الأمن واللي أدانوا فيها الملء الثاني باعتباره مخالفة لما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، وباعتبار الأضرار بحكم الأضرار اللي هيلحقها، واللي طلع بعد منه بيان من الاتحاد الأوروبي نفسه يدين هذا الملء باعتباره عمل استفزازي، لم نرى أنه في حد من الدول الأوروبية مثلا في مجلس الأمن أداة، لم نرى أن هناك إدانات مثلا من الولايات المتحدة ومن غيرها في هذا، أو أي من الدول الأعضاء في المجلس عشان نبقى أونست. نعم. محدش أدان الـ 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 ليه سعد سفير وده علم تفضل فن انت بتسألني إيه المرحلة نعم. الجاية في هذا الموضوع. يعني طبعا الذهاب إلى مجلس الأمن زي ما يكون رايح المحكمة، أي قضية بتعرض أمام مجلس الأمن لها شق إجرائي ولها شق موضوعي. الشق الإجرائي هو أنه مجلس الأمن يستمع إلى الأطراف المعنية ويعرف الأرجمنت الموجودة في القضية إيه، وحيدرس المستندات ويقرر زي ما بيقرر مثلا في المحكمة في مصر قبول الدعوة. إحنا ما زلنا في مرحلة أنه الدعوة قائمة أمام مجلس الأمن والطلبات قائمة أمام مجلس الأمن ومشروع القرار ما زال موجود أمام مجلس الأمن، ولكن مجلس الأمن حتى الآن لديه حالة من التردد في التعامل مع هذا الموضوع. جميع أعضاء المجلس أو معظمهم مش هقول جميعهم بيستخبى وراء الموقف الأفريقي، يقولوا لازم يبقى في موقف أفريقي. طالما أن الدول الثلاثة الأفريقية مش متفقة على موقف واضح لدعم هذا المشروع، إذن ما نقدرش ناخد موقف إحنا كأعضاء مجلس الأمن، لأنه القرار نفسه بيقول دعم جهود الاتحاد الافريقي، بيقول ان الاتحاد الافريقي يستمر في جهده، بيقول انه وبالتالي هم عايزين يسمعوا انه دول الاتحاد الافريقي الثلاثه معاهم سان فينسنت وجرناديز اللي هي عضو الاي 3 زائد واحد متفقين مع هذا القرار. ده للاسف لم يسمعوه في جلسه المجلس، لا كينيا قالت كده ولا النيجر، بالعكس كينيا كانت يعني والنيجر ما قالتش كده. كل واحد عرض التجربة اللي مر بيها وعرض على ايه هي الأطر التعاونية اللي هو ماشي فيها. سفير النيجر عرض المفاوضات او الإطار التعاون الإقليمي اللي موجود حوالين الدول الثمانية
بتاعت نهر النيجر وانه ازاي شغال كويس وانه الدول بتتكلم مع بعض وما الى ذلك. وكينيا عرض الاطار الاقليمي اللي موجود في اطار دول الايجاد اللي هي المنظمه الشرق افريقيا وان هم ازاي شغالين مع بعض. وزي ما انت عارف انه في اطر اقليميه طبعا شغاله، والاطار الاقليمي شغال ما بين اثيوبيا وكينيا. اثيوبيا بنت سدين على نهر اومو، حجزت كميه كبيره جدا من المياه من كينيا، ولكن كينيا واثيوبيا قعدوا واتفقوا على اطار اقليمي. ادت كينيا مزايا، ادت اثيوبيا مزايا لكينيا فيما يتعلق بالزراعه، فيما يتعلق بالاستثمارات، فيما يتعلق بحاجات تانية، واتفقوا على حاجات تعوض النقص الواقع في اذا